في هذا الجزء بإذن الله سوف نتحدث عن أهمية التخطيط الاستراتيجي وأهمية وضع خطة استراتيجية. كما نعلم أن تحديد الهدف وتحديد الأولويات مما يساهم في وضع خطة استراتيجية بشكل أفضل، فكلما عرفت أهدافك وعرفت أولوياتك في الحياة كلما كان أسهل لك في وضع خطة استراتيجية خاصة فيك. كذلك من أهمية هذا الموضوع هو تحديد الموارد والإمكانيات الخاصة فيك، فكل منا لديه موارد وإمكانات ومهارات خاصة فيه يستطيع من خلالها وضع خطة تناسب هذه المهارات وهذه الإمكانيات. ثم بعد ذلك هذه الأهمية تكمن في السيطرة على الطوارئ، بالتالي كل المخاطر المتوقعة في الحياة هذه أمر طبيعي، لكن بإمكانك أنك تضع لها خطة لتجنبها في حال حدوثها لا سمح الله. كذلك أنك تتخلص من أهمية أو تتخلص من مشكلة السيطرة على التنفيذ، بالتالي بعض الناس يضع خطط وقوالب جاهزة لخطط آخرين دون مراعاة للحالة الخاصة بالأشخاص الآخرين، فكل شخص لديه ظروف محيطة تجعله يضع هذه الخطط وفق إمكانياته وفق مهاراته، بالتالي وضعك للخطة تتسم في خصوصيتك، هذا يجعلك أنك تتخلص من مشكلات التنفيذ أثناء وضع الخطة. ذكرنا في أركان الخطة الاستراتيجية هو تحديد الحالة الراهنة وهو أين أنت الآن، ويندرج تحت هذا الركن من أركان الخطة الاستراتيجية هو تحديد الحالة الراهنة التي تحيط فيك أنت، فما هي طموحاتك وما هي أحلامك وما هي خططك المستقبلية وما هي نقاط قوتك التي تملكها وكيف يمكن الاستفادة من هذه النقاط وما هي نقاط الضعف التي تمتلكها وكيف يمكن معالجتها وما هي الفرص المحيطة وما هي التحديات المحيطة بك. كل هذا وأكثر يمكنك أن تلجأ إليه وأن تستخدمه في وضع خطة استراتيجية بما يسمى بتحليل سوات الذي سنتعرف عليه بإذن الله بشكل أفضل وبشكل مفصل بإذن الله في المقطع القادم بإذن الله عز وجل.